خلاص نخش على المفاجأة. أولا المفاجأة دي هنستعد لنمط كتير جدا من المفاجآت دي. فكرة ان مصريين ومصريات يتزوجوا بعض الجنسيات المحببة لينا ويعملوا محتوى, ده اللي حصل مع ياسمين اختلاط وأفضل. الثقافات بقى اختلاط ياسمين وافضل افضل افضل بالهندي وافضل بالعربي. طب نشوف ياسمين, طيب نشوف الفيديو بتاعهم. هم عندهم تشانل على اليوتيوب, واحده من اكتر القنوات اليوتيوب انتشارا الفتره الاخيره. انا لاحظت ان هم ترند بقالهم فتره, يعني على الاقل خالص في الشهرين اللي فاتوا طلعوا مره واثنين ثلاثه ترند. محتوى جيد عظيم بيخلط ما بين الثقافه المصريه والهنديه, وبيتقدم لينا وجبه ساخنه بطعم الكاري الهندي والمحشي المصري. طب نشوف الفيديو بقى اللي فيه الخلطه العظيمه دي, ونرجع هنا علشان نقابلهم صوت وصوره ونشوف المصرية اللي اتجوزت هندي. ده دمهم خفيف جدا, وهو جان وسيم وهي قمر, وروحهم حلوة قوي. ونقول لهم أهلا وسهلا ياسمين وأفضل. أهلا أهلا بيكم. أهلا أهلا بيكم. يا أهلا يا أهلا من القاهرة للهند. يعني قصة حب بصراحة قلبت الدنيا على السوشيال ميديا, وحاولتوها لتبادل ثقافي كمان. ما تقولوا لنا أهاليكوا وافقت على الجواز ده بسرعة ولا كان في مشكلة؟ يعني أول حاجة حابة أشكر القناة وبرنامج حديث القاهرة على استضافتنا النهاردة. نورتونا. تاني حاجة هو يعني بالنسبة لأهالينا فهم الحمد لله بشكل غريب, انا ما كنتش متوقعه ان هم كانوا مرحبين بالفكره, بس طبعا كانوا الاول عايزين يشوفوا يعني افضل, عايزين يشوفوا عيلته. واحنا حتى ما وافقناش غير لما اهلي سافروا معايا للهند وشافوا عيلته وقعدوا معاهم بقى وحبوهم وكده. اتعرفتوا ازاي على بعض يا ياسمين؟ احنا اتعرفنا على ازاي بقى, احنا كنا في الهند, انا كنت في الهند اوكي, كنت بدرس هناك لمده شهر يعني كورس صغير, وكان في مدينه اسمها حيدرابيد. يعني من الصدفه بقى ان هو كمان كان في المدينه دي برضو بيدرس في كورس, احنا الاثنين كنا بندرس هندسه فتعرفنا عن طريق الكورس في الهند. طب افضل يعني الزواج من مصريه كان بالنسبه لك حاجه ممكن تفكر فيها قبل كده, او من بنت غير هنديه, ولا كنت مفكر انك ممكن تتجوز حد مش هندي؟ Did you ever thought you will marry Egyptian or non? لا لا انا مش فكرة دي ولا like I never thought about it. اول حاجة انا مش كويسة جدا في انت تتكلم عربي بس مفيش انجليزي معنا في البداية. اي only Egyptian they are saying. يلا يا الا انا لا انا مش فكرني اي كل يوم اي يوم ما فكرتش قبل كده ان هو يتجوز. طيب يتجوز. وسعيد بالجواز من حد مصري, عايزين نعرف بقى نطمن على بنتنا عندكم. جدا جدا جدا. ما بيسوي الحرمه المصري ما تسوي جنجال واجد. لا خليك كده مش فاهم. مصري. طيب منين افضل وياسمين, منين جات لكم فكره ان انتوا تعملوا تشانل على اليوتيوب وتحطوا فيها فيديوهات ويومياتكم ما بين القاهره ومومباي؟ مين صاحب الفكره؟ يعني هو يعني مشتركه. هو الاول انا لما جيت الهند كنت بفضل احكي لماما واصحابي الحاجات الجديده او الحاجات اللي انا جربتها جديده وكده, هما بيبقوا مستمتعين قوي وبفضل احكي, كل حد بيبقى مستمتع. فقلت ليه ما اوريش بقيه الناس الوجه الاخر من الهند او الحياه البسيطه اللي في الهند وكده ويستمتعوا بيها. انتوا عايشين فين في الهند؟ احنا عايشين في مومباي. مومباي اوكي, بس بس بنروح عند عيلته ساعات في اورنجاباد. طيب قول لي يا افضل رايك في الاكل المصري, في المحشي والفته والكوارع. انا بحب اكل مصريه جدا جدا. انا عملت محشي على يوتيوب. كان طعمه ايه يا ياسمين المحشي اللي عمله افضل؟ كان نزل اول مره, لا كان احسن مني كمان. مين يشهد للعريس؟ اكيد مراته. لا واكلك كمان نار يا ياسمين, يعني انت من ضمن الفيديوهات في فيديو مشهور جدا عملتوه ان هو اكلك نار, اكلك اكل نار بجد.
ايه زي ايه سر الاقناع الكبير ان هو اكلك نار؟ بتاكل بنتنا نار يا افضل؟ لا لا انا هي متفاجئه جدا عشان هي عايزه تعيد. انا عايزه اجرب حاجات جديده فاتحه الاكل الهندي بالنسبه لك يا ياسمين ما كانش صعب، حراق وفي شطه كتير وبياكلوا حاجات مختلفه قوي عننا، ما كانش ده صدمه بالنسبه لك؟ هو في الاول بس انا لما اتعلمت اعمل بنفسي بقيت بقلل انا بقى الشطه على المستوى بتاعي واكل بقى استمتع. طيب انا عندي سؤال بصراحه يعني اكيد سؤال هيخطر في بال اي حد بيتابعكم، يعني ان شاء الله مع وجود ولي العهد او ولية العهد يعني ناويين تحطوا اسماء هنديه ولا مصريه وناويين تعملوا فيه ايه؟ يعني تعلموه هندي كلغه ولا مصري ولا تعلموه انجليزي في النص ولا مخططين له ايه ولا لسه ما خططتوش؟ لا احنا ده قصه طويله على راي عمر. دي اللي فاهمها على طول من اول مره. دي فاهمها دي. هو الموضوع بقى لسه بقى لما نشوف مع عيلته. وبعدين الاسامي المصري والهندي شبه بعضها لان هم المسلمين هنا بيسموا اسامي عربي اصلا، فما فيش مشكله على الاسامي اعتقد. يعني هو اسمه محمد افضل، فهو يعني بس بنقول له افضل يعني. طب بتعاملي مع زي ما حماتك يا ياسمين، يعني هل في اختلاف في الثقافه ما بين العادات في مصر والتقاليد؟ وحماتي قالت لي واتصلت بينا، حسيتي في تقارب ولا تباعد ما بين الحياه اليوميه في مصر والهند؟ هو الحمد لله يعني حماتي كويسه ومتقبله اختلافي، يعني مش مثلا بتجبرني ان انا ابقى اعمل حاجات هنديه قوي او كده او البس هندي او اي حاجه، يعني مش بتجبرني اعملها، بالعكس يعني هي منفتحه جدا للثقافه المصريه وبتحبها برده، وهو برده بيحب قوي الثقافه المصريه. فدي حاجه يعني مساعدانا. بتلبسي ساري هندي عندك ولا لا؟ في الافراح يعني عشان افضل. نزل مصر نزل القاهره معاكي ولا ما نزلش؟ انا خطبها في مصر. كتير، 3 مرات. ايه اللي حبيته في مصر يا افضل؟ انا عم بحب المصري كتير. What exactly? انا بحب البحر المصري. لا انت بصراحة عندك حق انك تحب البحر المصري. يعني البحر عندنا. انا ده كوين بتاع اسكندرية. وانت اسكندرانية ولا ايه يا اسمين؟ البحر جميل جدا. انا ماما اسكندرانية وبابايا من الشرقية. خلطة عظيمة جدا. طب انا عندي سؤال بصراحة، بما ان القناة بتاعتكم نجحت وعملت نسبة مشاهدة عالية قوي والناس حباكوا، ناويين يبقى ده جزء من شغلكم الاساسي وجنب ان انتم مهندسين، ولا هتفضلوا مهندسين زي ما انتم كده وده يبقى بالنسبة لكم ترفيه؟ لا احنا يعني بنشتغل كمهندسين، احنا حابين المهنة الهندسة، وافضل برضو يعني هو مهندس يعني مهندس مدني في شركة كويسة. مهندس مدني. أنا كمان مهندس مدني في steel structures بالخصوص. actually أنا عملت أنا شغلت في مومباي دي مالتي ناشنال كومباني actually، وعملت projects لأمريكا. مش ممكن أفضل يمثل يعني، ما هو أجمل من أميتاب باتشان. لا التمثيل ده صعب. طب دي ثينك اوف اكتنج. لا مش صعبه هناك. طيب يعني انا كنت عايز اسال بس على كورونا، لان معظم الفيديوهات بلاحظ ان مفيش ماسك كتير وناس. كورونا عامله معاكم ايه وانتوا عاملين معاها ايه في الهند؟ هو الاول كانت يعني كان كتير قوي، كانت الكورونا كتير، وبعدين دلوقتي الدنيا بدات تفتح بس لسه حاجات كتير مقفوله، بس احنا لما لقينا المحلات فتحت تاني كان العادي يعني. بس احنا بنلبس ماسك بس لما بنصور بس ووشنا للكاميرا، ما بنلبسش ماسك. احنا بنتمنى يعني لكم كل السعاده على فكره يا ياسمين. انا شخصيا يعني لما زرت الهند وزرت مومباي تحديدا حبيت الناس وطيبتهم وشوارعها اللي مليانه حياه وحركه، ويا رب تتمتعي بيها ويبقى حياتك سعيده، ونشوف ولي العهد وولية العهد على الشانل بتاعت اليوتيوب مصريه اتجوزت هندي. شكرا لنا افضل جدا. شكرا يا افضل، ونتمنى لكم السعاده في حياتكم دايما. شكرا ليك.